الفل واهلا بيكم. قبل ما نبدا الحلقه الثانيه بنشوف الباحث اللي شاق نفسه عيدان الشريف وهو متعلق في المشنقه، حبيبته بتحاول تقطع الحبل اللي بتقطعه فعلا وبيترمي على الارض، بتنزل تحضنه وهي حزينه قوي عليه، وفجاه بتشوف عجله ابليس مرسومه على ظهره. وطبعا هي عارفه عنها من ابحاثه كتير قوي وسمعت عنها كمان في الفيديوهات اللي كان بينزلها. اتفاجأت ان هي مرسومة على مراية بالدم، بتمسك الفاس اللي شبه الفاس بتاع افلام الرعب وبتكسر المراية 100 حتة. نبدأ بقى الحلقة التانية، حلقة جامدة جدا، خليكم معايا للاخر لانها كلها مفاجآت. يلا بينا نبدأ. بنشوف ابراهيم وزينة مراته قاعدين مع الدكتور في المستشفى اللي مندهش جدا وبيقول لهم اللي حصل ده معجزة وعمرها ما حصلت قبل كده، وعمري ما شفت حالة زي دي قبل كده. مسك الاشعاعات اللي اتعملت لزينة قبل اول ما دخلت المستشفى والاشعاعات اللي اتعملت بعد ما حصلت المعجزة، متفاجئ ان مفيش اي اثر للورم موجود في الاشعاعات الجديدة نهائي، وكأنها اشعاع لوحدة تانية خالص. ابراهيم بدأ يصدق ويدرك اللي عمله لكنه في ذهول تام، حاسس اللي بيحصل ده غريب ومش عارف هتكون اخرته ايه، كل ده وكان فاكر ان ابليس بيضحك عليه. زينة والبيبي اتكتب لهم عمر جديد، بيروحوا بيتهم، باباها ومامتها بيجوا يزوروها وجايبين لها كل الاكل اللي بتحبه. ابراهيم لسه تايه ومذهول وفي دنيا غير الدنيا، مش قادر يصدق ايه هو اللي عمله ده ورايح بيه على فين. بابا زينة بيقولها ان هو هيحجز لهم يومين في اوروبا عشان يغيروا جو بعد كل الحاجات الصعبة اللي مروا بيها، لكن زينة عايزة ترجع الشغل تاني وبتقول ان عندها رسالة لازم تأديها خصوصا بعد ما رجعت للحياة تاني وربنا وهبها الحياة من جديد. ابراهيم بيسمع اصوات كل اللي قاعدين وكأنها جاي من بعيد قوي قوي قوي، بيسمع اصوات غريبة قوي كمان. فجأة بيتحول بيبقى واحد تاني وبيقعد يزعق فيهم كلهم وبيقول لهم كل اللي انتوا بتقولوه كذب، انتوا اول ناس صدقتوا وامنتوا انها هتموت، ما حاولتوش ابدا تعملوا اي حاجة عشان تطلعوها من اللي هي فيه، واستسلمتم من اول يوم وصدقتوا انها ميتة خلاص. طبعا زينة بتسمع الكلام ده كله بتدمع وما بتبقاش مصدقة ايه اللي بيتقال ده. ابراهيم بيفوق وبيعتذر على كل اللي قاله واللي هو مش عارف اصلا هو قاله امتى وازاي. ابراهيم بيدخل ياخد شاور ولسه سامع الاصوات في ودانه مش عارف هي جاية منين، وفجأة بدأت تظهر علامة ابليس على ظهره، جزء منها صغير. بيروح الشغل زمايله بيرحبوا بيه جدا وبيباركوله على سلامة مراته وجايبين له ورد وعاملين له تورتاية، لكن من الواضح كده ان بدأت علامات العقد اللي عمله تبان عليه، بدأ يبان كل الاثار اللي هو ما كانش عامل حسابها. زمايله بيقولوله ان الاجتماع ده هيعملوه بالنيابة عنه عشان يتكلموا على المشروع بتاعه مع المقاولين والمنفذين ليه، لكنه بعد شوية بيسمع نفس الاصوات اللي بتخليه يروح ويمسك خال زميله ويبهدله ويهينه ويزعقله جامد جدا على اساس ان هو بياخد المشروع بتاعه وبيتكلم بيابة عنه قدام الناس دي كلها لانه سرق مشروعه، وبيبدأ يهين فيه جامد جدا ومبقاش عارف هو بيقول ايه. وفي الاخر طبعا بيفوق على كارثة عملها انه هو عمل كل ده قدام الناس دي كلها وبيعتذر. المدير بيقول له انت في اجازه مفتوحه لغايه ما اعصابك تهدى لان واضح ان اعصابك تعبانه جدا. ابراهيم بياخد قرار انه لازم يروح المكان اللي عمل فيه العقد بتاع الصفقه، بيدخل فعلا عند الباب بتاع المكان، المفروض ان كان فيه بازار موجود في المكان ده، بيلاقي عباره عن جدران حيطه سد، مفيش اي محلات ولا اي بازارات ولا اي حاجه من المكان اللي دخله قبل كده، مفيش اثر ليه اصلا، مش موجود. هو واقف بيتفاجئ ان ابليس واقف على بعد كام خطوه منه، فبيقعد ينادي عليه ينادي عليه لكنه ما بيردش وبيسيبه ويمشي، بيمشي وراه طبعا. ابليس بيفتح باب وبيدخل ويقفله بسرعه بسرعه، بيدخل ابراهيم وراه لكنه ما بيشوفش اي حد، وبيتفاجئ انه مش باب بيت، بيدخل بيلاقي مكان واسع جدا كله زرع ومش عارف ايه المكان اللي دخله ده، المفروض ان داخل باب بيت. فجأة بيسمع صوت واحدة بتقوله اتأخرت ليه؟ معادك كان الساعة 10، ايه اللي اخرك كل ده؟ وبتاخده وبتدخل بيه، وابراهيم مستغرب جدا ومش فاهم ايه اللي بيحصل، بتعرفه بنفسها انها إزراء ومتخصصة الدعم الفني اللي بتعرف اللي مضى على العقد ايه التغيرات اللي بتحصل لهم وايه الحالة النفسية اللي بيمروا بيها، وبتقوله اتكلم على الحالة اللي انت عايشها وايه الاحاسيس اللي انت بتمر بيها من ساعة ما مضيت العقد.
وبتقول له كمان ان في علامة على ظهره، كل ما تكبر كل ما روحه هتعتم اكتر واكتر. بتنصحه انه ما يوقفش نفسه عن اي شعور هو حاسس بيه، ويعمل اي حاجة بتيجي على باله، لانه من المتوقع انه يعمل خطايا كتير قوي ويسيب نفسه يعمل كل ده عادي جدا، لان ببساطة قدامه 9 ايام بس وخلاص الشاش الارواح هياخد روحه. طبعا الكلام ده كله مش بيعجبه، بيحاول يزعق ويصرخ، لكنها بتمسك ايده بقوة جدا جدا لدرجة انها بتقلمه بشكل غير طبيعي. وفجأة بيشوف قدامه ايد شيطانية هي اللي ماسكاه، بيترعب اكتر واكتر، ما بيبقاش عارف يبعد ايديها عنه، ومش عارف يتحرك ولا يمشي ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجة. ما بيعجبهاش تصرفه، وبتنادي على الحراس يرموه برا. اول ما بيرموه برا بيتفاجئ انه برا المكان خالص، وفجأة رجع تاني باب البيت القديم اللي كان موجود، واختفى كل الحاجات اللي كانت فيه وكان شايفها، كل ده اختفى ما بقاش ليه وجود. بيفتح الباب بيطلع على السلالم، بيتفاجئ ببيت عادي خالص خالص وسطح بيت عادي، ومفيش اي اثر للمكان اللي كان فيه من شوية. بعد كل ده كان لازم يعمل التصرف اللي عمله، راح جاب شيخ عشان يرقي ويرقي البيت كله. زينب بتدخل البيت بتتفاجئ، وتتفاجئ اكتر بوجود الشيخ، وبتسأله انت بتقرأ قرآن في البيت عشان عارف ان البيت مسكون ولا في ايه بالظبط، وبتسأله هي ازاي رجعت للحياة من جديد. فالشيخ بيقول لها ربنا وهبك الحياة علشان عندك رسالة لازم تعمليها. ابراهيم بيدخل على النت يعمل بحث عن اي حاجة ممكن تفيده في الكارثة اللي هو فيها. بيوصل للبروفيسور عيدان الشريف اللي هو طبعا كان بيتكلم على عجلة الشيطان، وكان بيتكلم على الحاجات دي كلها، وكان بيعمل فيديوهات ومحاضرات وبيكلم الناس في المواضيع دي. بيوصل وبيشوف كل الحاجات اللي كتبها وكمان الفيديوهات اللي عملها، ده غير انه كمان بيقول في فيديوهاته ان العهد مع ابليس حقيقة مش خرافات، وان الشيطان واولاده موجودين في الارض عشان يدمروها ويقنعوا الناس البسطاء باكاذيب، وبانهم هينفعوهم ويخدموهم ويحققوا لهم اللي هم عايزينه لو مضوا معاهم الصفقه. لكن المشكله ان بعد ما الصفقه بتتم بيحس اللي عمل كده انه ملعون، يوم بعد يوم بتزيد اللعمه فيه وجسمه بيكون اقوى لكن بيكون ملعون. ممكن كمان يحصل له ظواهر خارقه ويحس ان هو انسان مختلف عن كل اللي حواليه، اعمال شريرة، ودايما هيكون حزين وبيتألم. ابراهيم طبعا بيترعب، بيصور العلامة اللي في ظهره عشان يشوف حجمها زاد قد ايه، عشان يعرف روحه اتعتمت قد ايه. وهو نايم جنب زينة بيبدأ يسمع الاصوات عمالة ترن في ودانه ترن في ودانه، فعلا بيقوم ويفوق، وبعدين يرجع تاني ويحاول يوقف نفسه قبل ما يفكر في اي حاجة متهورة او اي حاجة ممكن تأذيها، وفعلا بيعرف يسيطر على نفسه، ودي بيكون اول مرة يسيطر على نفسه. البروفيسور عيدان الشريف بيظهر في الحلم لجنيفر، وبتقوم مفزوعة بتروح على الجامعة بتاعتها، واول ما بتدخل بتتفاجئ بوجود ابراهيم اللي هي اول مرة في حياتها تشوفه، وبيقولها انه عايزها في حاجة مهمة جدا. بيطلع صور اللي معاه بيوريها علامة عجلة ابليس، وبيسألها انت شفتي حاجة زي دي قبل كده؟ لما بيسألها على دكتور عيدان الشريف بتقوله انه مات من 3 سنين، وبيسألها كمان كنت بتشتغلي معاه في ابحاث، وقالت له طبعا مش كل حاجة. ولما بيسألها انت كنت مؤمنة باللي كان بينادي بيه وبيتكلم عنه؟ قالت له طبعا لا. في اللحظة دي بتبدأ تتنرفز، وبتقول له لازم تسيب المكان ده حالا، وإلا هنادي الأمن يطردك برا. طبعا بيعتذر لها وبيمشي. إبراهيم خلاص ملاه إحساس إنه هيموت بعد 9 أيام، وبدأ يتصرف على الأساس ده. بيروح يزور أمه اللي كان مقاطعها وعمره ما كان بيزورها خالص، وبيطلع لها الفيزا وبيقول لها على إن في حساب ليه في البنك، وإنه عامل لها وديعة، وإنه هو خلاص هيمشي مش هيبقى موجود، لكن ما بيقولهاش إنه هيموت. بيطلب منها كمان ان هي تسامحه، وهي برضو بتطلب منه ان هو يسامحها. بيتضح ان هي رمته وهو صغير لعمه عشان يربيه، لان هي ما كانتش عايزة تتحمل مسؤوليته بعد باباه ما مات. الموضوع ده كان مأثر فيه قوي قوي، واحتمال يكون هو السبب في انه بعد عن امه تماما. بيقول لها ان هو كان بيجي يبص عليها من بعيد لبعيد وهي بتبيع السمك من غير ما يبين لها انه موجود. الكلام اللي ابراهيم قاله لجنيفر بدأ يأثر فيها، وخصوصا انها شافت كمان عيدان الشريف في الحلم اللي اكد لها ان في حاجة لازم تدور وراها،
وفعلا بتروح البيت اللي كانت عايشة فيه معاه، وكانت قافلاه من 3 سنين ما بتروحه خالص. واول ما بتدخل بتمسك في ايدها الصور اللي كان بيصورها لنفسه، وفيها العلامة واضحة قوي بتاعت عجلة ابليس. ابراهيم كمان بيتصل بخالد علشان يقابله، علشان عايز يعتذر له ويصالحه على الموقف اللي عمله معاه في الشركة قبل كده. وفعلا خالد بيروح له، وبعدين بيقول لخالد انا هقولك على سر عمر ما في اي حد يعرفه غيرك، بيقول انه هيمشي خلاص ويسيب الدنيا ومش هيبقى موجود. خالد بيفكر انه هو هيمشي يعني مش شركة، مش هيموت، لكن بيقول له كمان طب انا مش زعلان منك خلاص، بيقول له المشروع مين اللي هيكمله بعدك؟ فابراهيم بيقول له هتكمله عيشة. خالد بيتضايق قوي، بيقول له انا احق حد اكمل المشروع بعدك مش عيشه. طبعا بيبتدي يتنرفز ابراهيم ويسمع الاصوات اللي بتظهر له في ودانه، يسمعها جامد جدا، فيقول له انت ليه مصمم تاخد المشروع بتاعي وتنسبه لنفسك؟ ويفتكر نفس الكلام اللي قاله له قبل كده، بيضربه، بيخاف منه قوي قوي خالد، بيحاول يجري منه. بيبدا ابراهيم تظهر عليه اثار قوه غريبه جدا عمرها ما كانت فيه، وفعلا يبقى كانه انسان خارق، بيحاول بيضربه، بيطيره في الجو، بيشوط يمين وشمال. خالد مرعوب وخايف وبيجري بيجري 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 في كل مكان، ابراهيم وراه برضه بيمسكه ويحدفه من هنا لهنا لهنا، يعني بيشلفط وبيدمره كله بقى، خلاص متكسر دم، خلاص 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 انا ما اعتقدش ان هو عايش، اعتقد كده مات خلاص. طبعا ابراهيم لما بيشوف كل ده بيجري بسرعه على البيت، يروح قميصه غرقان دم، بيقلع القميص بتاعه بيرميه في الزباله، حتى ما فكرش ان هو يخبيه في مكان تاني، وبيروح ينام جنب مراته عادي خالص ولا كانه عمل اي مصيبه ولا اي حاجه. وبدات فعلا الاعمال الشريره اللي هيعملها ابراهيم، الله اعلم هيعمل ايه تاني بعد كده، يعني قتل صاحبه، تفتكروا هيعمل ايه تاني بعد كده؟ نشوف مع بعض بقى الحلقات اللي جايه. اشوفكم بخير والى اللقاء.